بعد الاتصال من والد الركراكي، يعني كنت انا في معار من شباب ريف الحسيمي لاتحاد كلبة الاماراتي، اتصل بيا ويعني وبغى نخدم معاه. الحمد لله عطيت له كلمه وتفاهموا مع الاداره شباب ريف الحسيمي وجيت في هذا الصيف نعاونهم ان شاء الله. والاجواء يعني بحال العائله، حنا خوت الحمد لله، كلشي كيعرف بعضياتنا، اللعابه ديجا لعبنا مع بعضياتنا، يعني بحال العائله كنخدموا، وان شاء الله كلشي غيكون مزيان في البطوله ان شاء الله. كل شيء عرف انني انتقلت للفتح ثلاث سنوات في العقد. تنتمنى انني نكون عند حسن ظن الجمهور ديال الفتح والاداره والمدرب، وان شاء الله نتوجوا بشي لقب ان شاء الله هذه السنه ان شاء الله باذن الله. الاستعدادات بديناهم تقريبا دابا واحد 20 يوم. المرحله الاولى كانت في في في, في مراكش من اجل الانسجام بين اللاعبين اللي جاوا جداد واللي كانوا في الفريق. من بعد التحقنا بتركيا 10 ايام، كان الهدف منها هو ارتفاع المنسوب ديال اللياقه البدنيه، وتم جرينا واحد ثلاث مقابلات مع فرق ايرانيه. الحمد لله يعني دازت داكشي اللي كنا بغينا من ديك بريباراسيون وصلنا ليه الحمد لله. ودابا باقيين في المرحله ديال الاستعدادات في المغرب، فيها مقابلات، فيها عاوتاني استعدادات بدنيه باش ان شاء الله نكونوا واجدين للبطوله ان شاء الله لهذا الموسم ان شاء الله. الجمهور يعني الكلمه الصغيره اللي نقدر نقول له هو انك الجمهور اختهدي دائما في اخر السنه، اختهدي شي لقب ولا شي حاجه، وهذا قليل يعني في حقه، يعني تعرف الجمهور تيعاني، تيتبع الفرق، تيتبع الفريق، تيتبع، وانت نتمنى ان شاء الله اننا نهديه شي لقب ان شاء الله هذه السنه ونكونوا عند حسن ظن الجمهور ديالنا ان شاء الله. واول حاجه كنظن من الاستعدادات هذه السنه كتمر في ظروف وجو ممتاز، لانه يعني خدينا الوقت باش نبونسي في واحد البريباراسيون اللي تكون مزيانه. دونك اون كومونسي في مراكش، مشينا لي تيغ دامناه، كان عندها حتى شي علاقه بالكره ولكن جوست باش لا كويزيون ديال الجروب وتيم بيلدين كيف ما تيقولوا ليه. دوزنا واحد 3 ايام، من بعد مشينا لتركيا، كانت واحد بريباراسيون اللي كانت شويه شاقه بالنسبه للاعبين. كنا بعض المرات تنترينيو 3 فوا بار جور، من بعد 2 فوا بار جور، ونا جوي 3 ماتش اميكو، لعبنا مع اون ايكيب من لوكرين، دوز ايكيب من ايران. الحمد لله كاع الدراري كيتمتعوا بصحه جيده، ما بلوز امبورطون هو استفدنا فيزيكمون من لالتيتود اوسي، وما كان عندنا حتى شي بليسي، سي سا البلوز امبورطون. ايوا دابا حنا دخلنا للمغرب، كنكملوا الاستعدادات ديالنا. الحمد لله غادي نلعبوا ماتش اميكال مع الاشقاء ديالنا من الجزائر وفاق سطيف، وباقي عندنا واحد لا باتري ديال دي ماتش اميكو اللي الحمد لله كثيره. دونك باقي شهر ديال البريباراسيون، وكنظن بان الامور كلها غاديه مزيان. لي نوفو جوغ تاقلموا، كنظن بان لو في اللي زوين من مراكش ومن تركيا هو ان اللاعبين اللي جاوا جداد كاينه لامبرسيون بان بحال دائما كانوا معنا في الفرقه. عندنا بريباراتور جديد اللي الحمد لله حتى هو بخير وكومبيتون، وان شاء الله كنتمناو ما امكن نكونوا موجودين في لو 25 اوت باش ان شاء الله نقدموا هذا الموسم يكون موسم ممتاز. ونتمنى هذه السنه تكون سنه ديال 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 يعني المنافسه، لانه كيف ما قلتي كاين طنجه اللي كانت شامبيون دو ماروك، حتى واحد ما كان كيتسناها، فازوا بها عن جدارة واستحقاق. حنايا دو 3 اون كنا شامبيون دو ماروك، الوداد والرجاء دائما تيكونوا، الجيش ما نساوش غادي تكون فرقه اللي غتقول الكلمه ديالها. هادشي ما غادي يعطي البطوله غير تنافسيه باش ان شاء الله يستافد المنتخب الوطني، وسورتو تستافد المتتبع والمتفرج باش ان شاء الله تكون عندنا بطوله قويه ان شاء الله.